ده لو ما طلعش هيبقى حسابك عسير. لا حضرتك اتفرج بقول لك من غير ما تحاسبني ثانيه واحده بس خليك زي ما لا حاسبك خليك يعني بص حضرتك بس ثانيه واحده بقى حضرتك اهم مرحله المرحله اللي هي التورينوموس. تورينوموس يعني ايه؟ تدور بشكل دائري خفيف الحركه. ايوه هبص حضرتك على هيطلع يعني هتطلع على العلبه ليفونغيزي ايدي خفور يعني تلف بحركه دائريه أيوة. حضرتك وتستمر المهم تطلع حضرتك ممكن اذا كان هتطلع ماشي عد حضرتك بلاش تعد خلينا واقفين 10 ثواني 20 ثانيه لا 10 ثواني معلش بس عشان اللي في الجيب ده حضرتك ايوه اتفرج على الماده الرغويه دي مش هتلقى منها حاجه خالص المهم البقع تطلع هتطلع حضرتك لو طلعت هتشيري واحد واثنين وثلاثه ايه بقى بيطير ولا بيطلع ازاي يعني ولا ايه بالظبط هتبص تلاقي الماده الرغويه دي عملت حاجه كده زي عارف صوت ايوه كده تبص تلاقيها راحت خالص ماشي انا مش سامع حاجه صوت ولا بقى. هو عشان انا نظره ضعيف ابتدى يفش شويه ولا زي ما هو لا زي ما هو ولا صوت ولا ضوء بص ابتدت تمشي زي ما هي يعني ابتدت الحاجه تمشي ما انت لو صبرت عليها حضرتك هقفل لك المحل هتمشي هقفل لك المحل بتاعك ليه يا بيه تقفله ليه؟ وانا بالفانيلا كده اقفل لك المحل برضه بالفانيلا يعني بالفانيلا تقفل المحل اقفل لك المحل وانا بالفانيلا كده زي ما انا كده بالفانيلا ايه بقى تقفل المحل حضرتك اقفل المحل وانا بالفانيلا ايه رايك بقى؟ ودلوقتي وانا واقف من غير ما اتحرك حضرتك بتاع الكوالين مثلا بالفرنساوي مكتوب بص حضرتك لي فون كوزي اي بي فونكشنز يعني حضرتك يعمل دائما بشكل دائري اتغادي في برابون يعني بشكل مروحي ودائمي يعني بيمسك النسيج يعمله فاتروب يعني بيعمله زي خلخله حضرتك وبينفذ لل ينفع للفرش الانترهات وكده لا ده هايل ده من الحاجات اللي تعتبر دلوقتي ماشيه نار احنا مساء الخير سلموا يا فندم لو سمحت فرش كنتور عايز ايه حضرتك؟ فرش كنتور لو سمحت فرش كنتور لو سمحت طيب ميرسي قوي مع السلامه هو مستورد ولا مستورد ما بص حضرتك هنا مكتوب ايه؟ ليغان دي غيبي بوفولازو يعني مستورد من الخارج فورا في شركتين عاملين تاغون دي فاش أيوة. يعني اصل انا قعدت فتره بره شفت الحاجات دي فالحقيقه حاجه مستورده ترفع لي بس الكول كده هنعمل تجربه هنا بس فين؟ هنا بس على القميص كده بالراحه دي نقطه دي نقطه مفيش اي حاجه غير القميص لا ده انا هثبت لك ان حضرتك هتخرج زي ما دخلت بالقميص يعني مفيش اي مشكله ده لسه جديد اصلا لا ما تخافش حضرتك انا راجل احرص مني على زبوني لان انا لو خسرتك طب اشتغل مع مين؟ بص يا مدام مش احيانا بتاكلي ساندوتش فيه مثلا مستردة فيه كاتشب فيه حاجات زي كده وبعدين وانت بتاكلي تروح واقع حاجه زي كده ده ايه كل ده؟ انت مستغرب حضرتك لا ما هو كده لا ده عباره عن ايه؟ ايه ده؟ ده زفت بص انت هتزف يا مش عم مش هتقدر ده. حضرتك طب استنى سوري حضرتك انت مستغرب انت حطينا ده كله ده اللي انت معترض عليه يعني؟ لا ما هو طب بص حضرتك انا احط بص على ايدي الزفت يطلع؟ لا الزفت يطلع طب بص حضرتك يعني تعالى لي بقى حضرتك سوري ثانية واحدة حضرتك ايه ده وهي هتقعد تعمل كده؟ ما تخافش حضرتك بتضحكي على المنظر يعني سبحان الله انت بتضحك على ايه بس؟ شوفي حضرتك بقى بصي جمال احنا لسه خارجين لا بصي بصي شايف مش ده عجينه اهو ثواني عد من 1 لـ10 حضرتك 1 هو 10 ايه بس هتفاجئ بالسحر حضرتك انا بكلم حضرتك وانت زي ابني انا حاسس باني بكلم وانك هتعملها هتلغمطه زفت كنتوا مجربينه ده؟ كتير يا فندم كتير ايه ده بوظ الفانيلا وبوظ القميص استنى حضرتك انتوا كل واحد بتقلعوه كده؟ انا كلمت المحامي حضرتك لسه برضه محامي ايه؟ هو المحامي هيجي يا عبد السلام كل البضاعه اللي باقيه بتاعت فاش كنتور دي تترمي يا نهار اسود تترمي هنمشي ازاي كده وانا كلمت المحامي عارف قضيه هو ساكن جنبينا هنا حضرتك مين ساكن المحامي طب والقميص ما هو هيرفع قضيه دلوقتي قضيه ايه انا عايز امشي انا مش هسكت على فاش كنتور ده ابدا طب وبعدين طب هعمل ايه ده فاتحيننا ده رابع واحد حضرتك يتزفت كده
طب ادام عارف اللي بيتزف زفتني معاهم ليه؟ الشركه دي شركه فاشله وانا بعلنها اهو. وديني رميتها في الشارع خلاص. طب والقميص ده عامل ايه؟ والمحامي لازم الشركه دي تتقفل والقضيه اترفعت دلوقتي حضرتك يعني. لو تقعد معانا يومين هتتفرج على 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 الشركه دي وهي بتتقفل مكتوب في الجرايد. يعني هبات في المحل اقعد يومين، هبات في اسيب شغلي وبات في المحل.